بتقول ايه؟ خبطت كتير على الباب، ما حدش رد عليا، ولا هو ولا مراتي. خضتني يا ابني، لازم بيتفسحوا مع عريس جديد. لا يا بابا، انا بصيت من خرم المفتاح لقيته مرمى على الترابيزه ومات. علام؟ ايوه يا بابا مات. يا ساتر يا رب. علام علام مين؟ عمي؟ الله، انت ازاي تقوم من سريرك وانت في حالتك دي؟ قوم يا عمي قوم. قلبي ما طوعنيش يا ابني، كسرت الباب ودخلت ومن ساعتها. اقعد استريح يا عمي، استريح. ما كانش في داعي ابدا تتعب نفسك بالشكل ده. واحنا لنا مين غير بعض يا علام؟ مالك؟ في ايه؟ امال فين مراتك؟ مراتي؟ ادخل يا حبيبي في الاوضه الثانيه. شوف يا عم، اهدي مراتي. اعوذ بالله من غضب الله، يا حفيظ يا رب. ما تقهرش نفسك يا ابني، كل واحد يعمل بأصله. شرفي وشرفي يا عمي. لو انت يا ابني لا سمح الله اللي فرطت، دي هي اللي فرطت. وليه تفرط؟ ليه تخني؟ هل انا قصرت في حقها؟ هل اسأت اليها؟ ما كل شيء على ايدك يا عمي. مش دي محاسن اللي ضيعت عليها شقايا وتعبي؟ مش دي محاسن اللي كانت دايما تقول ربنا فوق وانت تحت؟ يبقى جزات الاحسان الخيانه. عابك على الله يا ابني. امال ايه الحب اللي كنت بشوفه؟ والكلام الحلو اللي كنت بسمعه؟ كان كذب. كانت عايشه معايا كذب. ليه تتجوزني لما هي بتحب غير؟ الحمد لله اللي ما طولتش في بيتك. في 60 داهية انت ولا كأنك اتجوزت. والفضيحة، الفضيحة يا عمي. دوسها بجزمتك، طلقها، غيرها احسن منها. غيرها؟ انا اتجوز تاني؟ انا اعمل لغيرها بعد اللي كنت بشوفه وبحس بيه؟ اعمل لصنفهم؟ ابدا، كلهم زيها، كلهم كذابين، كلهم غشاشين. يستحيل، مش عاوز اشوفهم كرهتهم. كرهتهم. علام، هدي نفسك يا كرهتهم. هدي نفسك. عمي عمي طلعني فوق. استريح يا ابني. لا يا عمي، خليك مستريح يا عمي. انا زعلان قوي. هات لي حكيم. حاضر يا عمي، حالا هجيب لك حكيم. كام دلوقتي؟ انا جبت الدواء يا عم. مفيش لزوم للدواء، الاجل انتهى يا علام. ما تقولش كده يا عمي، انا في دهك. انت حبيبي، ربنا يساعدك ويوفقك. فين جلال؟ جلال نايم يا عم. وصيتك جلال يا علام، دين في رقبتك، احسن تربيته، علمه قد ما تقدر.
ما تخليش ياكل لقمته زي ما كلناها احنا. علمه يا ابني شهادة تنفعه، ما تخليش يحتاج لصنعتنا المزيكا، الفن، الفن اللي بيقولوا عليه جميل. انت بخير يا عم. انا انتهيت والبركة فيك انت. انا ما بخلتش عليك باللي اعرفه، علمتك على قد مفهوميتي. وانا ما انساش تعليمك وافضالك عليا. كمل انت بقى، الباب مفتوح قدامك، ادخل هتوصل. لاجل ما تبقى فنان اصيل ما تهنش فنك، حبه احترمه، ومهما اسيت ما تطيش راسك للفلوس. اصبر وجاهد وجوع توصل غالي، وعلشان ما تفضل غالي اوعى ياخدك الغرور. اطمن يا عمي، تعليماتك مطبوعه في قلبي. علّيني المخدة شوي. ايوه كده، يا سلام، انا حاسس اني خفيت يا ولد. الحمد لله يا عمي، الحمد لله. قول لي، خلصت الحته اللي كنت بتلحنها؟ ايوه يا عم. طب سمعها لي كده. حاضر. ده بحاجة كمان يا ابو علام. كتر خيرك يا خميس. اللي اقول لك ازاي المحروس؟ بخير والحمد لله. الله يرحم والده ويجعل اراه الجنه. روح يا شيخ، ربنا هيفتحها في وشك لاجل خاطر اليتيم ده. ربنا كريم يا معلم. طب وحاج سيدي ابو العباس المرسي؟ ده هتكون سيدي الناس كلها. بكره تشوف. كتر خيرك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شك عينيه بالابره، وريني ازاي يا بنطلون ما انتش عاوز تلبسه؟ علشان الزرار انقطع يا سيدي. ومين اللي قطع الزرار يا بنطلون؟ انا عم. انت يا ملعون؟ بس يا خسار، نط وجري مني، ما عرفتش امسكه كده. طيب تعالى بقى نتسحب بشويش ونمسكه قبل ما يهرب. اظهر وبان عليك الامان ايها الزرار المنصال. وريني هذا ايها الزرار الملعون. يا شيخ والله لنمسكشك عينيك لارفعها بالابره.
تعال يا حبيبي. ايوه يلا يا عم قبل ما الجرس يضرب. اهدي لسه بدري يا سجلجل، الساعة 7:30. عم. نعم يا حبيبي. مش النهارده السبت؟ ايوه حبيبي. ليه؟ اصل الناظر قال لنا مش هيدفع المصاريف هيطردوه، وبابا الله يرحمه ما دفعلوش الفلوس. هتدي انت يا عمي؟ من هنيا يا حبيبي، النهارده هتجيني فلوس كتيره قوي قوي ان شاء الله. بعد ما نفطر اخدك معايا الساعه 10 نقبض ونروح المدرسه ندفع المصاريف كلها للناظر. ربنا يحنن عليك يا عم ويخليك ليا يا جلجل. مفيش بعد كده سمفاتيك يا ناد. سمعنا يا استاذ. يلا يلا في اليولي شوف شغلك. ضم يا استاذ ضم. قول يا حبيبي قول. يقول ايه يا حبيبي؟ ايه الدق الهباب اللي بتدقه ده يا استاذ؟ دي زي ما سبت الشحاتين. ايه يا ست؟ هم الشحاتين اللي هم مزيكا؟ دي حاجه انتيكه خالص، ده نشاز خالص. نشاز؟ يعني ايه نشاز؟ نعم، انت بتستمحني يا استاذ؟ اصحى يا استاذ، الست فنانه قوي وغويطه في المزيكا قوي. انت سمعت نشاز؟ الست ودنها نظيفه قوي. انا بسالك انت يا مخرج، نشاز ولا لا؟ كله نشاز يا ست. مش كله يقرع، النص الاولاني لا باس، مش كده يا يني؟ يا خرا يا خرا. قول لي يا استاذ، تقدر تصلح لي النص الثاني؟ واصلح لك النص الثاني ازاي يا ست؟ دي شغلتك مش عرفني. معلش منك نستفيد. انا اقول لك، ابتدي سيكا وبعدين خش رز، وقبل ما تحمم مزورتين اشبك نهوان، فهمتني؟ ادوله 2 جنيه. خد. والنبي لو دفعت 200، لو دفعت 2000 جنيه، ما تغني الغنوه بتاعتي دي، مغنيه جهله زيك، هحرقها بنار. امشي اقطع لسانك ملحن عجر. حيلك يا اخينا، انت فاكر نفسك مين؟ سيد درويش؟ اخلص. انت مالك ومال الاسامي الكبيره دي؟ خليك هنا يا مخرج الست والخواجه. يلا يلا. Thank you.
المطلوب. قل لي يا اخ هنايا، مش دي القهوه اللي بيقعدوا فيها الجماعه الموسيقيين؟ قصدك بلاقيها الالاتيه يعني؟ امال كلهم زباين يلزم خدمه؟ ما تعرفش واحد من اسكندريه راجل كبير بيضرب رق؟ قصدك الاستاذ دنجل؟ ايوه علي دنجل. يا سلام عز المعرفه. ممكن تدلنا على بيته؟ لا والله بقى، هو من جهه بيته ملوش حكم، هو بلا يا راجل كده على مزاج وراجل هواي. شوف يا والدي، اذا كنت عاوز تعطر فيه تروح له الساعه 10 بالمظبوط في محل شغله، تلاقيه قاعد على التخت. يشتغل فين؟ جنبنا هنا في ميدان الخزندار، صار اسمها نزهه النفوس. متشكر. شاور لي وبص لي والقلب في الزمن ده بسرعة يتمدي، الحلو في البرندة شاور لي شاور لي وبص لي، الحلو في البرندة شاور لي وبص لي والقلب في الزمن بسرعة يتمدي، الحلو في البرندة شاور لي شاور لي وبص فز ضيه يغير من طلعته، جميل ما شفت زيه ولا حد فرقته، البدر فز ضيه يغير من طلعته، جميل ما شفت زيه ولا حد فرقته، دلوع الواد وحيلة والعيون تحيلة، دلوع الواد وحيلة والعيون تحيلة، وعملت كل حيلة لحد ما طلدي الحلو في البرندة، شاور لي شاور لي وبص لي، الحلو في البرندة شاور لي وبص لي، القلب في الزمان شعيد والجرح ملوش دوا، والشوق بيني وبينه بيجمعنا سوا، جرحني برمش عين والجرح ملوش دوا، والشوق بيني وبينه بيجمعنا سوا، ومهما ساب دلاله ما انساش حسن وجماله، ومهما ساب دلاله ما انساش حسن وجماله، وكفايه اشوف خياله في الليل لما خلي، الحلو في البرندة شاور لي وبص لي، والقلب في الزمان بسرعة بيتملي، الحلو في البرندة شاور لي شاور لي وبص لي، الحلو في البرندة شاور لي وبص لي، والقلب في الزمان بسرعة بيتملي، الحلو في البرندة شاور لي شاور لي. ما هو ده اللي كان لازم يتعمل من زمان يا أستاذ، راجل فنان أصيل زيك ده في النفس وفي بلد. يا خسارة يا اسكندرية، بلد الفن صحيح، لكن الفن فيها يتيم، لا له أب ولا له صاحب. نهيته يا ما قلت لك الزاح زاح، ففي الأسفار خمس فوائدي. أهو ده اللي حصل يا علي. على خيرة الله، وما دام ناوي تقعد هنا بقى على طول مفيش لزوم للوكاندا دي، احنا نشوف لك اوضه بقد ريالين ثلاثه وندبق لك شويه عفش ودومتو. والله يكون احسن. ومن جهه الشغل انت راجل مسموع يا استاذ، ومزجتك بيقولوها. بس ما حدش يعرفني هنا يا علي. بكره يجروا وراك وانت شويه في البلد، ومع كل خلي حكايه الشغل دي على الله وعلي. الواد بينام يا عيني.
الله يرحم والدك يا ابني، كان عمنا كلنا. ايوه صحيح يا دنقل، كان عمنا كلنا، الله يرحمه ويحسن اليه. تعيش انت ان شاء الله بكره تفوت عليا في الصاله الساعه 11 تمام عشان اعرفك بالست. ست يمكن يكون فيها عيش. وضروري الست دي يا علي؟ ما هي صاحبه الشغل كله. نهايته امر لله. جلجل جلجل اصحى حبيب، اصحى علشان هنروح ننام. يلا بابا يلا يلا حبيب يلا. قريت الكلام يا استاذ؟ والله يا ستي ده كلام ما يتقريش. ما يتقريش ليه يا استاذ؟ مكتوب بالسورياني؟ يا خساره مكتوب بالعربي. تقدري تفهميني ايه معنى الحب دح دح والهجر كخ كخ؟ ليه؟ ما جربتش يا الدلعادي؟ ما اكلتش منه وانت لسه نقوله يصغير. هي المساله مساله كلام مزيكا وبس. دي غنوه يا ست، درس يا فنانه، كاتب بيكتبه وانا بمزيكتي اشرحه. قول لي يا دنجر. نعم. انت اخويا جايب لي ملحن ولا اخوجا في مدرسه؟ والله يا ستي الاستاذ علام ده هديه، هو اخوجا وبس. واكتر المدرس بيحفظ تلامذته، انا بحفظ البلد كلها ولازم احفظهم كلام نظيف. اما الدح والكخ والكلام المايح ده شيء انا ما اعرفوش. اتفضلي كلامك اهو. مع السلامه يا استاذ، المره الجايه هجيب لك قصيده كلها قلت وقلت يد العادي. صبرك بس بس صبرك يا استاذ علام. الها يا عم شو عمال بيعمل تك 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 تك؟ بيعمل تك 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 تك. اقفل الابواب. لا اخوان بخاف. تخاف؟ مش عيب؟ انت مش راجل؟ طبعا انا راجل. طيب يا راجل اقفل الابواب. لا مش كده يا راجل، افتح المفتاح. برافو برافو يا اجدع راجل في الدنيا. ادي الشاي بتاعك وهذا الشاي بتاعي. الله، انت اكلت من السكر اللي كان هنا؟ لا. لا ازاي؟ العلبة كانت مليانة، راح فين؟ اصبت عزيزة. عزيزة؟ عزيزة مين؟ اللي ساكنة تحتي. مالها؟ جت بنات لقت شوية سكر، رحت مديها. أنا مش منبه عليك إنك ما تكلمش بنات أبداً؟ هي اللي جت كلمتني. طيب مرة تانية إذا كلمتك هي أو أي بنت تانية أوعى ترد عليك. خصم عزيزة؟ دي خصم البنات كلها، اوعى تلعب وياهم، البنات وحشين خالص. اه. بنات وحشين خي عليهم. شوف مين. مساء الخير. ازيك يا عم دنجل؟ اهلا اهلا لين يا عين دنجل، سلام عليكم. اهلا بالسيد دنجل، اتفضل. اتفضل شو يا عم دنجل؟ الف هنا وشفا. انا حديله يا حبيبي، خد الشاي بتاعك انت اشربه هناك. عملت ايه يا سيد علي معاهم؟ خلاص فرجت، اتفقت لك معاهم هيدفعوا لك في اللحم 5 جنيه. ما تبصليش كده، انا عارف السوق ده سعر ممتاز، غيرك بياخد اقل. اقل كتير قوي. ودول موسيقيين؟ امال حنوتيه يا استاذ؟ لا يا استاذ، دول مش موسيقيين، دول تسميهم متطفلين، ناس عايشين علشان ياكلوا بس. تطيها شوية يا علام، خليها تسير. أديلك 3 أشهر راكب مناخيرك وفلوسك قربت تخلص، هتعيش إزاي؟ أموت من الجوع ولا بيعش مجهود رخيص أبدا. ما تبقاش دماغك ناشفة، أهي المرة دي 5، المرة الجاية 10، مرة تصيب ومرة تخيب. أنا مش تاجر يا أستاذ، أنا موسيقي. أنا ما بقولهمش غرفوا ودوني، لا أنا عاوز حقي وبس على الكامل. لكن الإنسان لازم يساير الزمن. الانسان الحر ما يهدرش كرامته مهما جار الزمن. والله كلام حلو بس ما يجيبش رغيف عيش يا علام. اسمع يا علي. ايه يا علام؟ كوني فشلت مع الجماعه دول مش معناها اني ايأس. انا الجمعه اللي فاتت زرت معهد الموسيقى وشفت جماعه من اخواننا الموسيقيين اللي بيسموهم الصف الثاني. اه كتير قوي يا استاذ، وحقهم مهضوم قوي. انا هتولاهم يا علي، هجاهد بيهم، هقف بيهم في الصف الاول وانتصر واثبت وجودي.
الجامعة أطمن على جلال وارجع. إن شاء الله خير، ربنا يطمنك يا أستاذ. متشكر. تفضل. مع السلامة. أهلاً أهلاً أهلاً. تعال يا حبيبي وطمني. قول لي مبروك يا عم. ألف مبروك. نجحت بامتياز كده. تعال 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 اركب يا حبيبي اتفرج على المرضى شوية. طيب يا حبيبي اتفرج زي ما يعجبك. لا تلومني
جميل أهل الوفاء أو عشقت البدر يوما لا تلمني فأنا أهو الضياء لا 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 تلمني لا لا تلمني أنا للأقدار عبد لا تلمني كيف صارت بي حياتي جئت من طين ولكن لا تلمني فمن الأضواء ذاتي لا 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 تلمني لا لا تلمني جميل جميل جدا متشكر قوي يا عمي والحاجات الحلوه دي ما كنتش بتسمعها لي ليه يا عفريت والله كنت بقولها مع زملائي في الكليه حفلات الكليه ايوه قول لي يا جلجل تلحينك ده امال يا عمي وملحن غيرها كتير قوي برافو برافو طبعا ابن الوز عواد تعالى يا حبيبي كويسة دي أنا يا عم من هنا ورايح هسميك الأستاذ جلال لا جلجل الاسم ده أنا معتز بيه أوي وقدام الناس أسميك جلجل ليكن وعلى اليافطة النحاس نكتب الأستاذ جلجل المحامي على فكرة يا عمي أنا مش ناوي أفتح مكتب ليه؟ عاوز تشتغل في وظيفة ميري ولا في شركة؟ هشتغل معاك في الأوبرا في الأوبرا؟ أيوه وعاوز تعمل إيه في الأوبرا يا أستاذ جلال جلجل محامي الفرقة لا عضو في الفرقة عضو دي رغبتي يا عمي وانت قلت لي كمل دراستك وبعدين اشبه هوايتك انت متذكر ده صحيح لكن الهواية شيء وكونك تشتغل على المرسح شيء تاني وهل اذا اشتغلت على المرسح كفنان معاه شهادة عالية ده يقلل من قيمتي ابدا ابدا الا بقى اذا كنت حاس ان انا فاشل ابدا بالعكس انت عظيم في كل حاجة في الموسيقى هايل في الغنى جنان وفي كشف الهيئات مفيش ابدع من كده طب ما تشغلنا عندك بقى من عينيا يا حبيبي من عينيا من عينيا ايوه يا فندم رحت مرتين اديله الظرف ده واعتذره مش هقدر ازوره الاسبوع حاضر يا فندم ايه ده؟ انت ايه؟ سهام سهام ايه؟ سهام عبد السلام محمد احمد الشربيني انا مالي وبشربينك ايه اللي جابك هنا؟ دخلت هنا ازاي؟ اتحدت كده بشويش وجيت هنا من غير ما حد يشوفني عشان تسرقي لا يا استاذ علشان اقابلك اصلهم مش راضيين كل ما اقول لهم عايزه اقابل الاستاذ يقولوا الاستاذ مش فاضي يقابل حد وعاوزه تقابليني ليه؟ تعرفيني؟ في حد في الدنيا ما يعرفش الاستاذ علام الموسيقار الشهير صاحب الالحان الرائعه مش عاوز اعرفه عايزه تقابليني ليه اصل انا بصراحه بحبك ها بتحبيني ايوه بحبك ده انا كنت وانا تلميذه في المدرسه اقطع وشك نعم من الاعلانات واحطها في اوضه النوم كل الاوبرتات بتاعتك شفتها كل الحانك حفظتها بالاختصار انت عايزه مني ايه انطاي كل امل في الدنيا ان اعيش جنبك واكون تلميذتك ده انا صوتي حلو قوي طيب بس 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 ايوه استاذ شغلوها في فرقه الكورس حاضر يا فندم الله يخليك طيب. ربنا ما يحرمنيش متشكر متشكر مع السلامه طيب تقطع رقبتي انا وشك يا عم وشي انا جت كل بلد بنات بايعين قبل زوجي مش عارفه بس ابوسك منين على الخطه اللي رسمتها لي يا ريتني كنت عرفتك من زمان طمنيني قبل عملت ايه خلاص اتعينت اتعينتي ايوه ازاي عيلك بالسرعه دي شوفي يا ستي اول ما شد الستاره كده
وعايزه ايه يا شطره؟ عايزه اغني والنبي يا استاذ. طب سمعيني يا شطره. حاضر يا استاذ. بس يا ستي انا خلصت الغنوه من هنا وبقى مش عارف يقف على بعضه، وراح حاضني وهات يا بوس من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وبقى هيطير من الفرح. كده بقى الاستاذ علام استلطفك وباتك. ايه يعني مش مصدقاني؟ بس اسمعي، اذا كنت ناويه نقعد مع بعض على طول بطلي الخصله دي. خصله ايه؟ النتش يا شطره. يعني انا كدابه يا أفلا؟ لا ابدا العفو، مش كدابه ابدا. انت بس انت شيخه المعارين. مين ده اللي عبرك؟ الاستاذ علام كان غيرك اشطر يا حبيبتي. ياما ستات وياما هوانم. تكونيش فاهمه ده راجل زي الرجاله اللي بنشوفهم. امال هو ايه يعني؟ لا فاكره وانت صغيره لما كانوا بيخوفوكي بالسماوي اللي بياكل العيال؟ فاكره. اهو ده السماوي اللي بياكل الستات. للدرجه دي؟ امال مراته عايشه معاه ازاي؟ مالوش مراتات ولا حاجه ابدا، عايش ببوزه كده لوحده. ايوه حياته في ثلاثة: المزيكا والخمره وجلال. جلال؟ جلال مين؟ مش عارفه جلال مين. لا جلال ابن اخوه. ستارة يلا بنات بسرعة شوية، كل واحد تاخد مكانها. بسرعة شوية بسرعة شوية، مد شوية مد شوية بسرعة. والنبي اشبكي اللي كتفي بالدبون. هو انا فاضيالك؟ والنبي اشبكي اللي كتفي بالدبون. اشبكي يا اسمع، والنبي اشبكي كتفي بالدبوس، وخد الزرار كمان اشبكه معاه. حكايتك زي حكايتي بالظبط، انا كمان امي ماتت وهي بتولدني. وابوك سابك وانت في اللفه؟ لا سابني اكبر. يعني نبقى زي بعض؟ متاسفه يعني مش زي بعض، يعني مش زي بعض. لا ليه؟ لا ليه؟ لا ايش جاب لجاب؟ فين الاستاذ جلال تلميذ الموسيقار العظيم تحت السلام عبد السلام محمد احمد الشربي؟ سكتت ليه؟ ما تكملي كلامك. احنا وصلنا لغايه فين؟ لغايه ما كنت هتسمعي صوتك. شوفي يا ستي، انا لسه هبتدي افتح بقي وراح ماسكني كده وحاسه ايه؟ فين يا بت؟ على شفايفي. اخص عليه، ده جريء قوي. ما تظلموش يا قبل، ده حتى كشف وشه حمر وقال لي انا متاسف. قمت قلت له وانا كمان. بس؟ لا قعدنا ندردش سوا، حكالي تاريخ حياته كله. بس مسكين امه عملت زي امه،
ماتت وهي بتولد. ملهاش حق. كملي يا اختي الدحبحي الدحبحي قولي. هقول لك ايه يا ابا؟ ده انا لو قعدت اتكلم 20 سنة مش هقدر اوصف لك الظرف والأدب والفشل والمعر والنتش. تعالي بنت هنا، انت هتاكلي بعقلي حلاوة؟ اقصى عليكي يا ابله وانا بشوف. ما هو اصلي يا حبيبتي مش ممكن ابدا تبقوا كده تنفصلوا مع بعض من اول نظرة. اهو ده اللي حصل يا ابله. والاستاذ علام برضه ده اللي حصل يا ابله. وبعدين معاكي يعني علشان كبرت مرة تقومي تعيديني كده على طول؟ اصل يا حبيبتي انا عايزاكي تكوني صريحه معايا زي ما انا صريحه معاكي، ما تعمليش من حبه قبه. طب وشرفي الكلام اللي قلته لك دلوقتي اهو حصل. يبقى خلاص. خلاص ايه؟ حصل استلطاف. مش معقول. فين انا وفين؟ ولما يكون هو مين الاستلطاف هيكعبله ويخليه يقعد على التلتوار وياكل فول وفلافل زينا. قولي ولا يهمك. شش. ها استاذ جلجل انت فين يا استاذ؟ هنا يا عمي. لا قديم العب غيره. انت ما كنتش هنا ابدا. في حاجه؟ لا ابدا. بس انا سرحت كده واستعرضت حفله ميلادي. وايه اللي حاز اعجابك اكتر؟ الكورس. الكورس ده كان بديع قوي يا عمي. كان في منتهى الانسجام والجمال والرقه. برافو، انت ابتديت تتذوق الموسيقى تمام. صحيح يا جلال الكورس الليله كان بديع. بديع ده بديع قوي 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 يا عم. ايه على فين؟ احنا مش هنلعب 10 طبله زي كل ليله. لا الليله دي اجازه، اصلا عايز انام وفي دماغي شويه الخيال بتوع الكورس. طيب يا حبيبي تصبح على خير. Thank you.
شبابي قلتها مرة دق على بابي على بابي مرة ورا مرة وانا كنت خالي واحتر خيالي الجميل ده يفضل محبوس ما يلاقيش حد يسمعه بقى ده اسمه كلام يا عالم. اعمل ايه يا ابله في بختي، كنت فاكره الاستاذ علام هياخد باله مني. الاستاذ علام قلتيلي، انا كنت ناسيه. خلاص خلاص ايه؟ خد باله. خد باله ازاي؟ هو حتى بيبص لي بعينه؟ لا بيبص لك بعينه الاثنين. ازاي؟ اظن عايز اسالي كمان امتى؟ الليله. وبالاماره يا عيني، امه ماتت وهي بتولد. جلال؟ ايوه جلال. ما هو ده القنطره اللي هتوصلك لعلام يا عبيطه. ازاي يا قبل؟ الحلم اللي كنت بتحلميه خلاص اتفصل. الحاجه اللي كنت بتتمنيها بقت في ايدك. اقول لك نامي نامي وانبسطي ولا يهمك. يلا يا سيدي يلا نامي. فندم. مساء الخير. مساء الخير. اي خدمه؟ متشكره قوي. اطل الستاره هتترفع. طيب شد حيلك. استاذ جلال. فندم. كنت عايزه اقول لك يعني حضرتك يعني نسيت كنت عايزه اقول لك ايه. بعد ما تخلصي دورك تعالي قولي لي على كل حاجه. انا مستنيك هنا بس اجري احسن الصاله هتترفع. افتكرت كنت عايزه اقول لك ايه. فاكر حضرتك يعني لما كنت حضرتك هناك يعني ما شفت الزرار وقع مني؟ معايا اهو. ميرسي قوي متشكره. يا خبر الستاره اترفعت. اجري بسرعه بسرعه. انت لسه ما تعديش. الستاره اترفعت خلاص. معلش والنبي قدام. معلش ايه وزفت ايه؟ انت ما تبقاش ممثله. يلا بره. المره دي مطروده. بره خد حسابك بره. وانا كمان دي اول مره، واللي خلاني اختار المكان ده بالذات انه بعيد بعيد عن الناس. اصلي بصراحه يعني اسمحي اني في حته غير دي. زي ما يعجبك. افتكر هنا كويس. كويس. تحبي تطلبي ايه؟ انت هتطلب ايه؟ اللي هتطلبي منه. قول انت الاول. يمكن طلبي ما يعجبكيش. اي حاجه تقولها تعجبني. خشاف؟ اتنين خشاف من فضلك. حاضر يا فندم. ازيك؟ الله يسلمك. مبسوطه؟
قوي. قولي لي عملت ايه مع مدير المسرح؟ اعتذرت له زي ما قلت لي وسامحت. البركه فيك يا استاذ. بلاش يا استاذ. امال اقول ايه؟ بلال. ها؟ ايوه. ليش ليه؟ اصلا لما اكون فرحانه ببقى شبعانه. وانا كمان شبعان فرحان. طب انا فرحانه عشان حاجه وانت نفس الحاجه. طب حذر هي ايه؟ قولي انت. حاجه كده في قلبي مش عارفه اسمها ايه، ما عرفتهاش قبل النهارده. وانا كمان. حاجه في قلبك؟ ايوه. يعني اللي في قلبي في قلبك؟ ايوه ايوه. مالك؟ فرحانه فرحانه قوي. وانا اكتر. ياه انت ايدك ساقعه قوي. افندم توعديني اننا نكون صادقين؟ اوعدك. يعني اقدر اثق فيكي؟ تقدر. اعذريني يا سهام، اصل دي اول مره في حياتي. وهتكون على طول. صحيح. لاخر يوم في حياتي. يا خبر، الساعه بقت 8:30، ده فاضل ساعه على رفع الستار، بعدين الاستاذ بيوم يطردني. يقدر. طب انا هسيبك وامشي لوحدي علشان محدش يشوف. صابر
عمري أيام تدري وناسي روحي اللي مرديته واللي جانيته سهلي وجروحي شباب الغالي ضيعته أنا جي في الهوى اسمك وأملي لما صورته في أجمل صورة كان رسمك غالي علي وضيعني ارحم عذابي ما على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل أنا مع عيوني عليك سألوني وياما بتألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم جلجل. عمي مساء الخير. مساء الخير. تعال يا حبيبي انا عاوزك في كلمة. اقعد يا جلال. ايه اللحن الجميل ده يا واد؟ عجبك؟ جدا. مين اللي وضع الموسيقى بتاعته؟ انا. برافو برافو. ومين اللي كتب الكلام الحلو؟ برضو انا. برافو. انت؟ ايوه. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم و الكوبلي ايه؟ الليل سهرته والنوم يا ريته كحل عيني واللي دريته وقوام لقيته باين علي. الكلام ده من خيالك؟ امال غشيته يا عمي. انت حاسس بالمعنى اللي فيه؟ طبعا فاهم. ده فرق كبير بين كونك فاهم المعنى وحاسس باللي جوه المعنى. والله يا عمي انا قعدت السله ومسكت القلم فكتبته. لا يا استاذ كلام. الكلام ده ما يتكتبش للتسلية أبدا. لازم في حاجة. في؟ زي إيه؟ شوف يا جلال. من مدة وأنا ملاحظ عليك تغيير كبير. لكن كنت بقول لنفسي يمكن الحياة الجديدة هي سبب كده. لكن الكلام اللي أنت قلته والصورة اللي كنت بتغني بيها أنا مش عبيط يا جلال. في حاجة. حاجة ايه يا عم؟ بنت ست تكون انشغلت بيه؟ ابدا. اسمع يا جلال انا نصحتك كتير لكن احب اقول لك لتاني مره ان التجربه القاسيه اللي مرت عليا والعذاب اللي شفته بسبب النساء
أشفق عليك إنك يا سيدي، وما دمت يا ابني اخترت لنفسك حياة الفن فابتعد عنهم خالص، اوهب روحك للفن، للفن بس. حاضر. توعدني؟ أوعد. وحياة عمك؟ وحياة عمك. سلام، انت زودتيها قوي. سهام سهام سهام. أطلع. أيوة، طيرتي النوم من عيني يا شيخة، حرام عليكي. انت فين؟ هو فين؟ هو مين؟ جلال. دوري عليه الناحية التانية. اخفى عليكي يا أطلع، صحيتيني ليه؟ انا ما اقدرش كمان استنى همزة في وصل ابدا. يا رب احلم بيه تاني. يا رب يا اختي تحلمي تاني، بس ابعدي عني شويه في عرضك بقى. أنا عايز أكلمك في موضوع يتوقف عليه مستقبلنا، بس أرجوك توفي. من غير ما تقول الموضوع ده أنا موافقة عليه. لازم تعرفيه. طب ما أنا عارفة. أنا شايف إننا لازم نقتصر الطريق، ومستحسن إننا إننا إيه؟ نعلن خطبتنا. ده أنا عايز أقوله إننا مش هنتقابل أبدا. مش أنا الإنسان اللي يقدر يساعدك. أرجوكي تعتبري إن اللي بينا انتهى. ده اللي كان لازم أفهمه للأسف. كان لازم أعرف أنا مين وأنت مين. لكن أنت كنت عارف وشجعتني على كده. أنا مخدعتكش. ما كنتش طمعانة في أي حاجة. اطمن، مش هتشوفني بعد النهاردة. اتفضل. اتفضل. اخرج. اخرج. مستني ايه؟ في
أفراحي أحن إليك وأتمنى توافيني، في أفراحي أحن إليك وأتمنى توافيني، أحن إليك وأنادي الماضي من دنياك، وأحن إليك وأعيش ويا الهوى وذكرى وأولى أنساك، ألاقي هواك يناديني، أحن إليك. أصبر جرحي وألامي وداري لو عدتي عنك يا شاغل عمر أيامي أسايا وفرحتي منك، أصبر جرحي وألامي وداري لو عدتي عنك يا شاغل عمر أيامي أسايا وفرحتي منك، أحن إليك في يوم تعطف على قلبي، وأحن إليك في يوم تشعل لهيب حبي، وأقول أنساك ألاقي هواك يناديني، أحن إليك. استاذ جلال صباح الخير. صباح النور يا فندم. امال فين سهان؟ اتفضل موجود. طب لو سمحت عايز اقابلها والله. حاضر ثانيه واحده اتفضل استريح. ثانيه واحده. سهام سهام اصحي. ايه يا ابله؟ في واحد بره عايز يقابلك. مش عايز اقابل حتى، عايز انام. ما تقوليش كده، ده جلال. جلال؟ لكن ايه اللي جابه هنا؟ مش عايزه اقابل، خليه يخرج. ما اقدرش اقول له كده يا اختي لحسن يرفدني. يلا قومي بلاش كسل، ورانا شغل. مفيش بروفه النهارده. مفيش بروفه؟ مين اللي قالك؟ ده انت وراكي بروفه كبيره قوي. ارجوك يا استاذ جلال اخرج. اخرج؟ حد يطرد ضيفه برضه. انا اللي جيت لك يا سهام، جيت لك لحد بيتك بنفسي. مفيش أي قوة في الأرض هتفرق بيني وبينك. اصطلحنا؟ هو احنا اتخاصمنا علشان نتصالح؟ ومش هنتخاصم أبدا. طب اخرج بقى. بس تروديني تاني. مش أنت قلت لي ورانا شغل؟ آه. طب اخرج علشان ألبس، اخرج. طب بس بسرعة. حاضر. اسأل سؤال وترد عليه وترد عليه. انا وانتي قاعدين في جنينة والورد بيسمع علينا والنسمة ترقص حوالينا، يقول لي زي وزيك ايه؟ انا معرفش لكن انا عارف. أنا لكن انا عارف. ومادام عرفت بتسأل ليه؟ تعال اقولك. هتقول ايه؟ لازم اقولك. وستة ليه؟ هسأل سؤال وترد عليه وترد عليه. لكن انا عارفه. انا معرفش.
تسألي ليه تعالي أقولك هتقول إيه لازم أقولك وسكت ليه هسأل سؤال وتردي عليه وتردي عليه مش سايعاني وفي عيني حلوة وعجباني ولما نتفرق تاني عن بعضنا بنحس بإيه أنا معرفش لكن أنا عارف أنا معرفش لكن أنا عارف ومادام عرفت بتسأل ليه تعالى أقولك هتقولي إيه لازم أقولك وسكت ليه هتقلي وترد عليه وترد عليه ليه لما اشوفك ويايا نول من الدنيا منايا ولما ما تكونش معايا افضل افكر اعمل ايه ايوه انا عارف برد انا عارفه ايوه انا عارف تعالي أقولك هتقول إيه تعالي أقولك هتقول إيه خلاص ما قلنا لبعض علي لبعض علي يا ده انت صوتك هايل قوي قول لي يا جلال نعم عاوزاك تاخدني من إيدي وتوديني للأستاذ علام إيه؟ ده الحلم اللي بتمنى أشوفه إني أبقى تلميذة الأستاذ علام لا انت تسيبك من الحلم ده بالمره بتكسفني انت يظهر ما تعرفيش حاجه عنه ابدا عارف بيكره الستات ويحتقرهم كمان لكن وجودك بيني وبينه ما اقدرش ما اقدرش يا سهام انت مش يهمك مستقبلي طبعا خلاص طب سيبيلي فرصه احسن وحياتي يا جلال هايل يا عمي هايل ده الجزء الاولاني من اللحن اللي هقدمك بيه للجمهور وسميته لحن الوفاء برافو يا عمي برافو حاجة جميلة جدا لحن عظيم لبطل عظيم النجم الجديد الاستاذ جلجل حاجة واحدة اللي مضايقاني لو عثرت عليها اوصل للقمة ايه يا عمي الصوت اللي يتناسب مع صوتك البنت اللي تقدر تقف قدامك وتأدي موجودة يا عم فين؟ بنت أعرف ها؟ تعرف بنت؟ بتقول تعرف بنت؟ أيوة يا عمي بنت في الكورة سمعتها وأنا ماشي كده بالدانتين صوتها عجبني قوي وشكلها؟ ما تحققتش من شكلها يا عمي لكن اللي عجبني صوتها معدنه حلو جدا وأكد لك يا عمي لو سمعتها مش هتسيبها أبدا مفيش مانع يبقى سمع حالي حاضر يا عمي يلا قوم بسرعة يلا على فين مطلوب القبض عليك حالا اخطى عليك يا اخي خضتني ايه لغيت هنا علشان تقولي الكلام لا 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 النيابة منتظراكي نيابة ايه النيابة النيابة كبيرة قوي اللي لا تعرف لا نقض ولا ابرام انا مش فاهمة حاجة ابدا هفهمك بعدين يلا طب استنى ما يلا يلا طب يلا اوام دي البنت يا عمي انهي بنت البنت اللي قلت لي هاتها انا قلت لك هالبنات ايوه يا عمي البنت الكورس اللي قلت لي هاتها عشان تسمعها عشان الاوبريت اه
وايه اللي جابها هنا دلوقتي؟ اهتمامي بموضوع عمي خلاني اكلم الاستاذ بيومي فبعتها على طول. اسمك ايه؟ سهام عبد السلام محمد. بس بلاش السطر الاخراني ده. حاضر. سهام بس. حاضر. تعرفي تغني؟ ايوه اعرف اغني. مين علمك؟ حاضر. انا؟ ايوه. فنك الرائع، الحانك الجميله، مسكت. مانيش عاوز موضوع انشا، تعرفي تغني غني يلا، سمعيني صوتك. حاضر. هغني لحن من الحانك الجميله. طيب غني. بس انا عايزه يعني. يعني ايه؟ اقعد يا جلال. مش بطال. حاضر يا استاذ. مش بطال يعني ابدا. بقالك كتير بتغني؟ بغني من وانا قد كده. ساعة كام معاك يا جلال؟ ساعة واحدة. واحدة؟ يا خبر هروح ازاي، احنا اتأخرنا خالص. ساكنة فين؟ في الحلمية. في الحلمية؟ ايوه. دي مسافة كبيرة قوي. وكمان مفيش مواصلات. وصلها يا جلال. حاضر يا عم. استنوا، أنا جاي وياكم أشم هوا. متشكرة أوي يا أستاذ. مع السلامة. تصبح على خير. تصبح على خير. يلا يا أخينا. والله صوتها مش بطال يا جلال. مش قلت لك يا عمي؟ طب شو. Thank you.
اتفضلوا اتفضلوا. كل حاجه تمام يا مليومي؟ ايوه يا استاذ، بس ناقص بنت واحده من الكرس. مين دي؟ سهام. سهام دي ايه؟ سهام عبد السلام محمد احمد الشربيني. اه شرابينك. سهام سهام تعالي هنا. انا اسفه يا استاذ. انت تروحي على بيتك على طول. ليه؟ اللي ما يحترمش مواعيد عمله ملوش شغل عندي. اتفضلي. والنبي سامحني المره دي، اصلي ما نمتش طول الليل. كنت بتعربدي؟ لا انا حتى ما خرجتش من امبارح الظهر من البيت. كنت سهرانه فين؟ في السرير، اصلي كنت عيانه. طيب معلش النوبادي اطلعي. ميرسي يا ابني. سهام انت من النهارده مش في الكورس. تعال قوم يا جلال، تعالي جنبه هنا. محضرين نمرة سبعة؟ أيوة يا أستاذ. اتفضلوا. ده اسمه كلام، مش البتاعة المفروض تزيد يعملوا علينا مثلا؟ وأنا اللي 15 سنة على الخشبة أنزفل يا أخي تتروح. الراجل ده جرب مخه. يكونش راجل ابتدى يتجنن. لا يا عبيطة، ده ابتدى يريح. والله اندفنت يا فن عليه العوض. تعالي هنا، رايحة فين؟ هنا مش مكاني، دي أوضة القنبلة. أما النجمة اللامعة التي هي زيك، أو بعبارة أوضح التي هي أنت، مكانها ها هنا يا عزيزتي. تفضلي. الله أنت يا الله، بالحضن يا حبيبتي، مبروك، دي أوضة البطلة الأولى، مبروك. هحتاج وأنا هعرف وأنا هزعق وأقول له أنت راجل غلطان. يا رب. فاهمة المسؤولية اللي عليكي ولا واخدة المسألة لعبة؟ لا يا أستاذ. الوصول للنجاح مش بالسهولة اللي أنت متصوراها. الإنسان علشان ينجح في عمله لازم يتعب كتير ولازم يضحي بكل شيء. على أتم الاستعداد يا أستاذ. لازم كل وقتك تديه لعملك. انت يلزمك شغل كتير وتعب كتير وتمرين كتير، كل يوم سامعه كل يوم. ايوه ايوه كل يوم اتمرن، بس يعني اتمرن فين كل يوم؟ عندنا في البيت. ها؟ مصلحة العمل يا عمي، الشغل عايز كده. بيت الاستاذ ده اكبر شرف منذ حياتي، ربنا ما يحرمنيش من عزك يا استاذ. تاكد اني هكون اشطر تلميذة، وبكره من بدري هكون تحت امرك. جميل مالك؟ انا خلاص هلكت يا اطلع. اوامك لحقت تحمرقي؟ ده انت بقى لكي شهرين ما عندكيش فكره، كل يوم بروفه بروفه بروفه، مفيش راحه ابدا. يعني مفيش مره كده خدتوا بعضكم انت والسجلال و ولا مره؟ ده انا حتى زعلانه خالص. اللي ما بنقدر نقعد سوا، اللي ما بنقدر نبص لبعض. ليه يا حبيبتي؟ خايفين من ايه؟ من البعبع؟ لا شغل شغل شغل، كل يوم شغل. كل يوم شغل، مفيش يعني كده ولا ساعة لقلبك؟ ولا دقيقة. المهم ازاي سياسة الراجل معاك انت؟ لا كويسة خالص، احنا بقينا اصحاب. تصدقي انه ما يشربش القهوة الا من ايدي انا؟ مين ده؟ علام. ايوه عجيبة قوي، انت بتعملي القهوة وتقدميها بايدك؟ كل يوم، مفيش حاجة يطلبها الا مني انا. حاجة حلوة قوي. والعقدة اللي في خلقته اتفكت؟ لا ما خلاص. امال ماله مش عايز يفكها معانا احنا ليه؟ ما تظلموش يا ابني، ده راجل طيب قوي، قلبه رقيق خالص. تصوري في بعض ساعات كده يبص لي ويتأثر والدموع تنزل من عينيه. يا كبدي، لازم بيتحسر على الذي مضى.
مين كان غصب ويستنى على كده؟ بصراحة أنا أصبحت أتمنى أقضي حياتي كلها في خدمة الراجل ده، قضى حنين أوي. بلاش يا استاذ. ليه؟ اصلها مضره بالصحه. لا، من جهه الصحه اطمئن، صحتي واخده عليها. لكن بيقولوا كترها مضر. وانت مش ملك نفسك، انت ملك الجمهور وملكي انا كمان. انا متاسفه يا استاذ. متاسفه علي؟ العين ما تعلاش. بلاش وحياه جلال. لكن انا ما اقدرش، دي حاجه في دمي، ده تسليتي الوحيده. لكن دي تسليه مضر. اقول لك على تسليه ثانيه ما تضركش. قولي. بس ما تزعلش مني. انا ما ازعلش. اتجوز يا استاذ. ايوه لازم تتجوز. انت محتاج بانسانه تسلي وتملى الفراغ اللي انت عايش فيه، انسانه تسهر على راحتك. ليه تقضي حياتك وحيد؟ ليه البيت ده يتحرم من اطفال يقولوا ماما بابا؟ ايوه لازم. بعد السن ده وليه لا؟ مين في البلد ما تتمناش؟ كتير كتير قوي الكل يتمنى. جلال تعالى يا جلال، انت مش موافق معايا برضه ولا ايه؟ على ايه؟ بقول الاستاذ لازم يتجوز. ايه؟ يتجوز؟ ايوه. انت مالك ومال الكلام ده؟ وليه لا؟ مش حرام يعيش لوحده؟ انت عملت لي ايه في الموضوع بتاعنا؟ خلصت تقريبا كل حاجه ونقدر نعلن عن ميعاد الافتتاح. امتى؟ بكره. بكره كتير، بعد اسبوع. حيلك انت وهي اسبوع ايه؟ انا لسه ما خلصتش المزيكا. طب على الاقل نعمل الدعايه. ايوه، وتكون اكبر دعايه، كل الجرايد والمجلات واعلانات كبيره على الحيط فيها صورتك وصورته. وصورتك انت كمان يا استاذ. وصورتي انا كمان. اظن عايزه تروحي. امر. مع السلامه. أنا قعدت طول الليل أفكر في حالتنا ومستقبلنا، لحد إمتى هنفضل مخبين عليه؟ أنت كدبت عليه، كان لازم يعرف، كم مرة يسألك وأنت تنكر وتخبي؟ لأني عارف النتيجة هتكون إيه؟ هيرفض؟ لا، هيصدم. ليه؟ عمي ما عندوش أي ثقة في الستات أبدا، الحادث اللي مر في حياته خلاه يكرههم كلهم، رباني على كده، وعاهدني إني أبعد عنه، فوعدته، وده اللي خلاني أكذب عليه. وخلاني انظر للمستقبل. المستقبل انا مطمنه عليه، عمك ما بيكرهنيش زيهم، بالعكس ده بيعطف علي، بيعزني، بيحبني ويحبني زي ولاده تمام. وطبعا اي اب في الدنيا يحب يسعد ولاده، تاكد ان هو اللي هيعلن خطوبته. لا ده حلم. وهيتحقق، وحياتك هيتحقق. امتى يا حبيبتي؟ الحق قلم المرور. اسمع، اطلع انت غير هدومك لحسن زمان ونام. Thank you.
صباح الفل. على طول لغاية ما تتجوز. طيب يا ستي وانا كمان هعمل بكلامك. صحيح والنبي يا استاذ، يعني تحب اخطب لك؟ لا انا خلاص خطبت لنفسي، عروسة مقاول عيني. بنت حلوة قوي قد كده. قوي قوي. يعني قلبك كده. في غاية كده. طب ومستني ايه ما تروح تخطبها؟ خايف ترفض يا شهاب وتبقى صدمة كبيرة علي. ترفض؟ مش ممكن. طب اقف كده وشاور لأي بنت إذا كانت شديدك جامد ترفع تحت رجليك ما بقاش أنا شهاب. يعني أطمن واخطبها؟ اتوكل على الله يا أستاذ واخطبها، حلاوتها في حموتها. شهاب أفندم أنتِ، أيوه أنتِ اللي اخترتك شريكة لحياتي. أنا ما كنتش عاوز أفتح الموضوع ده بعد ما قفلت بابه لأني كنت متشائم منه، لكن بعد ما فتحت وحببت لي هذا الامل انت اللي بعثت فيا الحياه من تاني. جلال تعالى يا استاذ تعالى. مفاجاه سعيده جدا ما كنتش منتظرها ابدا. عمك اصبح عريس. صحيح يا عمي. وادي عروستي، قول لها مبروك. يا احبابي يا احبابي. اتفضلوا اقعدوا اقعدوا. كيفكم يا بنات؟ مبسوطين؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه مالك؟ ماليش يا استاذ. يا باي وضرب ابوس كده ليه؟ يا شيخه اضحكي وفرفشي، ما حدش واخد منها حاجه ابدا، ولا ايه يا بنات؟ مظبوط يا استاذ. امال فين بطلتنا؟ والله لسه ما جاتش يا استاذ. ازاي؟ لازم حصل حاجه. جلال اعمل معروف اوصل البيت وهاتها وياك حالا. مع راجل ان عدم ضميره مات انسانيته. ساعديني ساعديني. عمي يستاهل كل تضحية. احنا الاثنين مدينين، انا بالحياة وانت بالمجد اللي ينتظرك. كان بيعمل عشان يساعدني فلازم نساعده، كان بيضحي علشان نعيش فلازم نضحي علشان هو يعيش. ساعديني ساعديني. ده رأيك النهاية؟ رأيك. أنا جاية معاك.
اهلا اهلا، تعالي خططينا ايه اللي حصل؟ يظهر انها سهرت كتير يا عم، راحت عليها نومه. معلش معلش. يلا يا جماعه استعدوا يلا. ايه هتعملوا ايه؟ بروفه يا عم. لا مفيش بروفه، النهارده اجازه وبكره كلكم معزومين عندي علشان تحضروا اعلان خطوبتي على بطلة فرقتنا الآنسة سهام. ألف مبروك. صوت بدري تجوزه من حيث لا وتاكل العظم ده. واد مين؟ جلال. هي لضمه مع جلال؟ اوه صح النوم يا استاذ، دي لضمه معاه من زمان قوي. قلت لي اتابيه كان قاعد معانا مبلم وهوب غطس مره واحده. مكنش في استطاعتي اعمل غير كده. انت طوعت ضميرك ودست على قلبك، وانا طوعت ضميري ودست على قلبي. وازاي سبتيها تنزل؟ معلش مكنش باين عليها حاجه ابدا، كانت طبيعيه خالص. واستنى الخطوبه مرمي على السرير جوه، بعتتني اشتري لها حاجه رجعت ما لقيتهاش. لكن ده مستحيل، لازم الاقيها، لازم ترجع لي، لازم ترجع لي. Thank you.
كانت حالته صعبة خالص. لازم جرى له حاجة. وراح فين؟ خرج. من إمتى؟ من قيمة ربع ساعة. أستاذ علام، اديني كوباية مية. حاضر. تفضل يا أستاذ. خير إن شاء الله. علي. نعم. أنا جيت أقعد معاك هنا على طول. بيتك ومطرحك يا أستاذ. مانيش عاوز مخلوق يعرف سكني. مش عاوز أشوف حد. الصلة اللي كانت بيني وبين الناس خلاص انقطعت. أقعد معاك هنا في بيتك. بيتي. أستغفر الله يا أستاذ، أنا ليا حاجة هنا. ده كله من خير. أنا انتهيت يعني. علام اسمه اتمسح من وجود. لا قدر الله يا أستاذ. أنت عارف الليلة دي كانت إيه؟ ما هو ده اللي مخليني بستغرب، وأنا حاشني عن المروح غير العين. الحمد لله اللي ما جيتش. ليه؟ طمني. هتعرف كل حاجة بعدين. أنا تعبان يا علي، عاوز أنا. حاضر، حضر لك الأوضة التانية. حاضر. يا الجرايد مش هتسكت عن الراجل ده. ده كلام يتقري يا عالم. بقى ده كلام يا عالم. بقى راجل عظيم زي ده قضى طول عمره يخدم الفن يقولوا عليه كده. نفاق يا استاذ. حسد. غيره بعيد عنك حكم. احنا زي دود المشي ناكل في بعض. واللي فارسني ان الجماعه دول عاملين نفسهم اساتذه ومزيكاتيه وفنانين وهم ولا حاجه ابدا. كان يسجل واحد من دول يرفع عينه قدام الاستاذ. وطويت يا استاذ. خفافيش بعيد عنك ما يظهروش الا في الضلمه. ازاي يا اخي الاستاذ جلال ساكت على الجرايد؟ ليه ما يردش عليهم؟ ده محامي. هو فاضي يا استاذ. ده غرقان في شهر العسل يا حبيبي. على رايك اللي ما حدش شاف خلقته من الليله اياها. شفت الجرايد بتقول ايه؟ خليهم يقول. انا يهمني عمي اولا. وسهام. مع الاسف يا استاذ. دورنا في كل حته. في المستشفيات، في اللوكاندات، في البنسيونات، في اقسام البوليس. ما عترناش لهم على أرض. لكن ده مستحيل. لازم يرجعوا. لازم ألاقيهم. أنا مسافر. على فين؟ على اسكندرية. عمي له معارف قدام هناك كتير. يمكن حد يدلني. وأنت ما تيأسيش. دوري. دوري عليهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت مش عارفني؟ اتشرف يا ابني. أنا جلال جلجل. جلجل؟ أيوة، ابن المرحوم خالد اللي كان ساكن هنا. الموسيقي الملحن. جلال يا حبيبي يا جلجل، ألف حمد لله على السلامة. إزيك يا جلجل؟ الله يحفظك. إزاي يا أستاذنا الكبير البطل اللي طور رقبتنا وشرفنا؟ اسكندرية العسل مفيش منه أبدا. أنا جاي أسألك عليه، أنت ما شفتوش؟ كل يوم بصبح عليه. فين؟ صورته بروزة هنا جوه دماغي. بس اسألك، ما شفتوش اليومين دول جه هنا الناحية دي ولا الناحية دي؟ يا ريت يا حبيبي، ده احنا بنشمشم على ريحته. متشكر. السلام عليكم. من غير لا قهوة ولا أسيوطة كده؟ مع ألف سلامة. We'll be right back.
صاحبتنا وسايب المركب تغرق باللي فيها، ليه ما نرفعش قضيه ونطلب تعويض؟ يا اختي تنيلي هناخد ايه؟ انت نايمه يا عزيز، دول طلعت عمارات بينطحوا السما، هو كسب شويه يا اختي. وهنقول يا مين؟ جلال هو اللي نمسك في زماره رقبة. نمسك في زماره رقبة. استاذ جلال الف حمد لله على سلامتك يا استاذ. ليه طويله يا استاذ كده؟ سيبنا زي اليتامى. قلبي عندك يا استاذ. مفيش اخبار عن الاستاذ علام وهنعمل ايه في الفرقه؟ هنحلها وهنروح فين؟ هنتبهدل تاني؟ ده احنا ورانا بيوت يا استاذ، يعني اللي بنيناه في سنين يتهد في لحظه، والناس دي هتموت، بيوتهم هتتقفل. لا انتوا اهلي واخواتي، انا مستحيل اتخلى عنكم ابدا. مراكزكم ومهياتكم زي ما هي، مش هتحتاجوا لحد ابدا ابدا. والمسرح هيتفتح والحفله هتتعمل في ميعادها، لكن الاوبريت لسه ما كملش. هتكمل، واسم الاستاذ علام هيفضل لامع في سماء الفن، رغم انف الدساسين اللي قتلهم الحقد واعماهم الحسد. ودلوقتي اطمنوا واستعدوا، لاننا ورانا عمل كبير كبير قوي. ربنا يقويك يا استاذ. ربنا يقويك. ينظر فيك يا استاذ. لسه ما انش الاوان عشان اقدر اكلمك كلمتين. عاوز تقول ايه يا علي؟ أنا مش مبسوط باللي جرى ده كله. هو أنت لا سمح الله عملت جريمة عشان تهرب من الناس؟ طيب وهتقعد حابس نفسك كده لإمتى؟ لا يا أستاذ أنت غلطان. ما تبصليش، أنت اللي سببت في ده كله. أنا؟ ما هو مش أنا اللي أقدر أغشك وأوافقك يا علام يا أخوي. كان لازم نبص لقدام ونبص لورا كمان. زمان احنا مش كنا شباب زيهم، بذمتك كنت تسمح لأي مخلوق مهما كان انه يحرمك من حبك. اسكت اسكت يا علي اسكت. ما تهربش من الحق، ومع كل الولايد ما تعداش، ما كان يقدر يسيبها لك وبرضه يفضل معاه. ما تتنرفزش، الواد ما هنش عليه يخونك لأنه أصيل وحافظ جميلك. انت مش بتقول انه خدها منك؟ كتر الف خيره يا اخي، حماك من حتة مقلب كنت تغرق فيه لشهتك. يا خبر، هو جرى ايه يا علام؟ انت كنت تتجوز دي؟ فين احنا يا اخويا وفين دي؟ فوق يا حبيبي، فوق لنفسك ووازن امورك. مش دي النهاية يا أستاذ، دي البداية. أنت مش حاسس بمسؤوليتك؟ جلال ده مين اللي رباه؟ مش أنت؟ والبيت مين اللي كونها؟ مش أنت؟ خلاص بقيت أب مجوز، لازم تشيل، لازم يتمتعوا في خيرك، لازم يحسوا بوجودك جنبهم. أب حنين ينسى روحه ويعيش عشانهم هم بس. استغفر الله العظيم يا ربي، قال هم بس. قال ده انت حملك تقيل قوي، والناس اللي بتاكل عيش من فنك، والبيوت اللي مفتوحة بحسك، يروحوا فين دول كلهم؟ لا لا علام، لا يا أخويا، لا يا حبيبي، مش علام اللي يعمل كده أبدا أبدا. أنا مش جاية علشان أدافع عن نفسي ولا أفكرك بماضي كنا عايشين فيه سوا.
احنا الاثنين اتعرضنا لامتحان واحد. انت ضحيت في سبيل وفاء وانا ضحيت في سبيل وفاء. طوعت ضميري علشان افات كنت الاثنين. ما قدرتش، بالعكس افات اليكم. كل التهم والتشنيع اللي في الجرايد انا المسؤول عنه. احنا الاثنين مسؤولين. جلال، نقدر نصلح غلطتنا. ايدي في ايدك وما نرجعش هنا الا والاستاذ معانا. يا ريت استهان، انا متشائم من الاختفاء ده. انا عارف عمي كويس، ما يقدرش يحتمل الصدمه دي. احنا قتلناه يا استهان. أنا متأكد من نبل أخلاقك وإخلاصك. بلاش الدموع دي، إحنا ورانا عمل كتير. لازم نرجع الجميل للراجل اللي أكرمنا وأسأنا إليه. ساعديني يا سهام. أسأ بروحي بقلبي. اللحن ده اللي عمله علشان يخلف بيه اسمه ولا كملوش، أنا اللي هكمله. مش هنخرج من هنا إلا ما نخلصه. وهيظهر في ميعاده باسم الأستاذ. كل حاجة هتكون باسم الأستاذ. اعمل معروف، ما توجعش دماغك. كفايه الخناقه اللي حصلت امبارح من تحت راسك. وده ذنبي ايه بس يا ابني؟ ذنبي ما ذنبيش، كيس عودك وتوكل. وليه بس يا ابني؟ انت هتفتح لي محضر؟ البوليس منبه مفيش مغنى. اتفضل ورينا عرض كتافك. يلا يا اخينا. ها يا جدع اتفضل. ايوه يلا. اشرب. هو انا لاقي اكل؟ ابنك ده وعند اربعة كمان غير امهم. اتفضل. ايه ده؟ دي ورقة كبيرة. دي علشانك. الله يسترك، الله يسعدك، ايدك ابوسها. العفو العفو، دي بس شغلتك. ايه اللي يرميك على المر؟ الله يجازي ولاد الحرام. كنت عايش ملموم على الاعانه وهي قطعوها الشهر اللي فات. اعانه ايه؟ كنت انا وثلاثه اربعه زيي نروح على شباك التياترو في اول كل شهر وناخد نصيبنا. تياترو مين؟ استاذ علام. انت تعرفه شخصيا؟ انا لا والله، انا عمري ما كلمته. الله يرحمه. ليه؟ هو مات؟ والله ناس بتقول انه انتحر، ناس بتقول انه اختفى. الغايه هو قطع بينا والسلام. واختفى ليه؟ اصل كان بيحب بنت صغيره وكان عاوز يتجوزها، هربت منه، عز عليه، افتكر انها خانته، وهي ولا خانته ولا حاجه. مش عرفك؟ احنا لينا سيره غيره، ده احنا بنتنشأ على ريحته. احيانا كنت اروح النقابه علشان اشمشم عليه، ومن مده سمعت كلام. بيقولوا ايه؟ بيتهموها في ابن اخوه، لكن الكلام ده طلع كذب. لكن احنا سمعنا انهم هربوا سوا. لا، اللي بيقولوا لك الكلام ده غلطانين. هي هربت صحيح، لكن معذوره، عيله، وعلام راجل كبير، والجدع مظلوم والله،
وهي لما عرفت ان اللي اصاب الراجل كله كان من تحت راسها ندمت ورجعت علشان تدور عليه، لكن بعد ايه؟ الله يرحمه. الكلام ده صحيح، ده اللي بيقولوه في النقابة، لكن يظهر انك بتحبه. صحيح، هو فعلا مفيش حد ابدا في الدنيا يكرهه، كان راجل خير، الله يرحمه. Thank you.
تقرب معايا وارحمني من ذكرياتي، نسيني لو وقت قسايا، جدد لي نشوة حياتي. وملالي وسقيني.
إحساسكم وجميل شعوركم. في الواقع التكريم ده كله أنا ما استحقوش، لأن الروائع اللي سمعتوها مش أنا اللي كتبتها، الموسيقى اللي سمعتم في خيالها مش أنا اللي وضعتها، هي ترجمة حقيقية وتعبير صادق لإحساس الفنان الأصيل ابني الأستاذ جلال وإلهام الفنانة الموهوبة بنتي الآنسة سهام.